Bonsoir, chers amis, les étudiants de la langue française au baccalauréat égyptien. أهلا وسهلا بكم أعزائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة في جميع أنحاء الوطن الحبيب وخارجه في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المفضل مدرسة على الهواء وحلقة جديدة من حلقات دروس اللغة الفرنسية. شغلنا النهاردة هيكون في الوحدة الثانية. الوحدة الثانية وحدة مهمة جدا لأن فيها شغل لونج خاص بالجرامير، فطبعا لازم ناخد بالنا كويس قوي لأنه الوحدة دي بتضم أكتر من قاعدة. عشان كده احنا هنقسم الوحدة دي لثلاث دروس. طبعا احنا في الحلقات اللي فاتت، آخر حلقة كانت قدمتها الزميلة المتميزة تنيار الألفي وكانت أعطت مقدمة للوحدة الثانية. النهاردة إن شاء الله هنخلص الوحدة الثانية بكل تفاصيلها. وحدة يعني ثلاث دروس. الدرس الأولاني لازم يكون بيشمل جزء من الوحدة كلها، من أهداف الوحدة، جزء الدرس الثاني، الدرس الثالث. إحنا النهاردة هنقول لكم الوحدة الثانية فيها إيه بالظبط. الوحدة الثانية عنوانها اسمه لو كلوب دي غورمون. طبعا غورمون ça veut dire la personne qui mange trop. يعني le mot trop يعني زيادة عن اللزوم، بياكل زيادة عن اللزوم أو بيحب الأكل برضو trop زيادة عن اللزوم. من ميزة الوحدة اللي احنا هناخدها النهاردة إنها هتدينا فوكابيلار كويس قوي، هتدينا خبرات لونج لغة كويسة جدا، وكمان هتعرفنا بنصايح عامة في حياتنا اليومية إن احنا نتبعها عشان في يعني سلوكيات صحية احنا ما بنكونش واخدين بالنا منها، خاصة في الأكل والشرب. عشان كده لازم نعرف ايه هو الأكل اللي احنا أو الكونتيتي، كميات اللي المفروض نعرف دي بتضرنا أو بتنفعنا في جميع أنواع الأليمون اللي احنا هنشوفها. نبدأ الأول بكلوب دي غورمون. احنا قلنا غورمون سا فيدير لا بيرسون كي مانج ترو. كويس، جوه الكلوب ده، جوه المجموعة أو شلة الأولاد دول أو النوع ده من الأولاد، هنتعلم عشان نعرف نتدارس هذه الوحدة لازم ناخد فوكابولير دي زاليمون. يعني إيه فوكابولير دي زاليمون؟ يعني الفوكابولير بتاعت الأكل والشرب. طيب، معظم الطلبة بتحفظ أو بتذاكر جزء بتاع الفوكابولير ده ممكن يكون بطريقة مش يعني مش منضبطة. عشان كده احنا النهاردة هنديهم نصيحة مهمة جدا بالنسبة للفوكابولار. اولا الفوكابولار بتفيدني خاصة في امتحان السنة دي، هتفيدني في جانبين. قبل كده كان بيفيدني في ثلاث جوانب، لان في جانب منهم بنظام الجديد مش هيشمله اللي هو نظام التعبير التحريري. يبقى اذا في جزئين، جزء اللي هو الكومبريونسيون اللي هو الفهم، الفهم التحريري اللي هو الكومبريونسيون دي زيكري، والجزء بتاع اللونج اللي هو بتاع الجرامير. وطبعا الفهم التحريري ده مقصود بيه الدوكيمون، مقصود بيه سيتواسيون، مقصود بيه كل شيء تفهمه اون فرونسي وتجاوب عليه. طيب من حيث المعنى، يعني الفوكابولير هيفيدني في ايه؟ من حيث المعنى ان انا اكون عارف الجمله بتتكلم عن ايه، ده من حيث المعنى. طيب ايه فايدة الفوكابولير في الجزء بتاع الجرامير؟ ده اللي انا عايز احط عليه خطوط كتيرة جدا. هو انه شاك فوكابولير بارتيسيب على ديسيزيون دو لا ريبونس. يعني كل فوكابولير هتعرف ان هو الجانر بتاعه، النوع بتاعه ماسكولان ولا فيمينا او حتى سنجلي او بلوريال، ده هيفيدنا كمان في الجرامير لانه عندنا اكتر من قاعدة مشتركة في جزء الجانر اللي هو جزء تحديد النوع بتاع الكلمة. عشان كده احنا بننصح ابنائنا الطلبة ان هم لما بيذاكروا الفوكابولير يذاكروا الفوكابولير مش بس من حيث المعنى، ولكن هيذاكروها من حيث الجانر اللي هو النوع. وفي الحلقة دي هتعرفوا الجانر قد ايه ليه يعني ليه فايدة كبيرة وليه دور كبير جدا ان جملتي هتبقى صح او هتبقى مش صح.
الجزء الثاني في هذه الوحدة برضو هنتكلم عنه، ده طبعا بيشمل الوحدة الثانية، الدرس الثاني في الوحدة الثانية، هو ايه؟ الغيون. غيون سافيدير كوا؟ غيون يعني اقسام المخشي. مخشي عندنا المخشي يعني السوق، وهنعرف الفرق بين مخشي وسوبر مخشي ومجازان وبوتيك وكل الكلام ده. في المخشي والجران ماجازان بيبقى فيه حاجة اسمها غيون. يبقى احنا دلوقتي دخلنا جران ماجازان، متجر كبير جدا. جوه المتجر ده ما بيبقاش فيه نوع واحد بس هو البرودوي اللي هي المنتجات، لكن بيبقى على حسب كل نوع بيبقى محطوط تحت كلمة غيون. غيون يعني قسم، وكلمة قسم في المتاجر غير مثلا قسم في جامعة، غير قسم في شركة، كل ده. احنا يهمنا دلوقتي اللي هو الغيون. ففي المتجر الناس اللي عايزة تشتري منتجات اللحوم بتروح لحاجة اسمها غيون دي فيوند. الناس اللي عايزة تشتري فواكه وخضار هتروح الغيون اللي اسمه غيون دي ليجوم اي دي فروي، وهكذا. برضو مازال احنا بنتكلم على الفوكابولير. طيب، الجزء الثالث من هذه الوحدة، وان شاء الله نلحق ناخد كل الكلام ده اللي احنا يعني انا ملخص لكم الوحدة كلها، بيتكلم عن حاجة اسمها الكونتيتي. والكونتيتي يعني الكلام ده هيبقى ليه تأثير لغوي او تأثير جراماتيكال على الجرامير. الكونتيتي اللي هي الكميات، وكمان هنتعرف على حاجة اسمها ليز ارتيكل بارتيتيف اللي هي ادوات التجزئة، وعايزين نعرف هي سموها تجزئة ليه، وامتى نستخدم ادوات التجزئة وامتى ما نستخدمهاش. الكلام ده كلام مهم جدا. نختم الوحدة بنتكلم على الكومباريزون، المقارنة اللي بتبقى في الكميات وبتبقى ما بين الصفات اللي هي الكاليفيكاتيف، اللي هي اللي احنا بنوصف بنقارن شخصين مثلا في اوصاف شكلية، او بنقارن ما بين شخصين في اوصاف كاركتير يعني اوصاف خاصة بالشخصية، وفي مقارنة تخص كمان الكميات. واخر ما في هذه الوحدة حاجة بسيطة جدا كلكم عارفينها اللي هي الاسك. امتى الاسك؟ لما نحطها في كيستيون بتعدل لنا ترتيب الجملة، ولما نشيلها هيبقى تأثيرها عامل ازاي على السؤال. طيب، علشان ما نتأخرش ياريت نروح على اللاب ونشوف ملخص هذه الوحدة كفوكابولير. الوحدة اسمها لو كلوب دي غورمون، ونيجي على الديابوزيتيف الأولانية، هي بتتكلم على ليزارتيكل بارتيتيف. أنا عملت إيه هنا؟ جمعت لكم الجرامير مع الفوكابولير مع بعض عشان طبعا نعرف يعني عشان ما نضيعش وقت، وفي نفس الوقت عشان نعرف كل فوكابولير الجنر بتاعه عامل ايه وايه الفيرب اللي بيجي معاه. الارتيكل بارتيتيف يا جماعة قلنا انها ادوات تجزئة هنا في هذا الدرس مخصصة ل يعني نوع من اربع انواع بتيجي معاه البارتيتيف، اللي هو الاليمون. واحنا اتكلمنا قبل كده عن البارتيتيف وقلنا ان البارتيتيف بتيجي مع الاليمون اللي هي الاكل والشرب اللي هي الاغذية يعني، وبتيجي مع فيرب فير لو كان بعده سبور، وبتيجي مع فيرب جوي لو كان بعده ميوزيك، وبتيجي مع اللي هي لي شوز ان كونتابل اللي هي الحاجات الصعب حصرها او عدها. دول الاربع شروط بتوع الارتيكل بارتيتيف. طيب، الشرط اللي احنا قدامنا ده هو شرط الاليمون اللي هو الاكل والشرب اللي هي المشروبات والأغذية. طب يا ترى الارتيكل بارتيتيف ده، السؤال بقى، الارتيكل بارتيتيف بتتحط
مع الأغذية بصفة عامة كده، يعني أي أغذية أحط لها البارتيتيف من غير ما أولي اهتمام بنوعية الفيرب، طبعا الإجابة لا. ليه؟ لأنه زي ما قلنا إن الأغذية الأليمون بتاخد الأرتيكل بارتيتيف، لازم نقول هي بتاخدها مع أنهي أفعال، مش مع كل الأفعال. لأن لو قلت لو كل الأفعال يبقى أنا كده غلطت، وكده هتقع في الامتحان في غلط ممكن يكلفك درجات. فعشان كده بنقول لما اجي ادرس الارتيكل بارتيتيف اعرف الافعال اللي هي مستخدمة مع البارتيتيف. طبعا هم قدامك واضحين جدا قدامك، هو فيرب مانجي وفيرب بوار وفيرب اشتي وفيرب بروندر وفيرب فير وفيرب متر، يعني الأفعال اللي فيها تعاملات مع الأطعمة كأنها شيء مجزأ. يعني إيه؟ مثلا آكل جزء من شيء، أشرب شوية حاجة، أشتري جزء من حاجة، يعني فيها نوع، فيها ترجمة التجزئة. طيب إيه هي إيه أشهر المأكولات اللي إحنا بنتعامل معاها؟ طبعا هي مش دي كل المأكولات، وإحنا هناخد الباقي في الديابوزيتيف اللي بعدها. مثلا غي يعني الأرز، والكافيه والبوليه والبواسون والشوكولا والسكر والياقوت، دولت كإكزامبل، مش كل حاجة، دول كإكزامبل. طب دول محطوطين جنب إيه؟ دول محطوطين جنب الدي اللي هي بتعبر عن البارتيتيف ماسكولان. يبقى دي غي، دي كافي، دي بولي، وانتوا عارفين البولي هي الفراخ المستوية، بواسون طبعا اللي هو السمك، عشان في بواسون بالبي مش بالبي، هيبقى معناها مشروبات، شوكولا كلكم عارفينها لانها مو ترانسبارون، كلمة ليها شكل في لغات اخرى، سكر يبقى دي سكر، ودي ياغورت. طيب الدولا زي دولا سالاد، طبعا يا اختي يعني الزبادي كلكم عارفين، مش عايزين نترجم حاجات يعني كلكم عارفينها. دولا، دولا سالاد، دولا كونفيتور، طبعا كونفيتور هنا السالاد في ناس ممكن يختلط عليها الامر ان السالاد دي هي السلطه بتاعتنا، لا، السالاد اللي انا اقول عليها دولا سالاد او اين سالاد اللي هي الخس اللي احنا الخس الاخضر او اللي بنسميه الكابوتشي، اللي هو ايه؟ اللي هو اللي احنا بنقطع منه وبنعمل منه سلطة. وبعدين كونفيتور المربى، جلاس طبعا كلكم عارفين الجلاس اللي انتوا واخدينها قبل كده اللي هي الايس كريم، دول كلهم فيمينا. طب ودو ايه الابوستروف؟ يبقى دو لو، دو لويل، و دو لافوكا. طبعا دولو كلكم عارفين دولو، دلويل يعني الزيت، والافوكا دي فاكهه من الفواكه اللي انتوا طبعا بتشوفوها شكلها غريب اللي هي اسمها الافوكاتو. دي دي اس تنطق كده، دي بتيجي مع الاليمون البلوريال اللي هي اللي فيها جزيئات صعب ان احنا نعد اللي فيها، زي البات وزي الفريت. حد يقول لي طب ما الفريت ممكن نعده؟ لا، احنا ما بنتعاملش مع العد في الفريت، يعني ما حدش بيطلب مثلا دو او تخوا فريت، عشان كده احنا بنقول ان ده حاجات من اللي ما ينفعش ان احنا نعدها او نحصرها. دي ليجوم، دي سيريال، وطبعا السيريال هي منتجات القمح، والفريت اللي هو البطاطس. هنا طبعا بات وبعدين فروي، احنا قلنا فروي الفواكه وليجيم والسريال والفريت اخر حاجة اللي انا قلت عليها اللي احنا ما ينفعش نتعامل معاها بالاعداد، فعشان كده الفريت هتبقى من المواد اللي احنا ما بنعدهاش. ديابوزيتيف سويفون، هنيجي دلوقتي
نجرب نفسنا في الماسكولان والفيمينان اللي احنا شفناه من دلوقتي. لو ماتان جو بوا، عندنا البارتيتيف في منه ماسكولان وفي منه فيمينان وفي منه بلوريال وفي دو ال ابوستروف اللي هو في ايه، في الكلمات اللي بدأت بفويل. طب كويس قوي. طب الطالب بقى اللي مركز على النوع الجانر بتاع الكلمه هل هيغلط؟ عمره ما هيغلط. طب تعال نشوف كده في الاكزامبل، بيقول لي عندي ليه، اللي دي هو حفظها كفوكابولير. طب الفوكابولير لو هو مش عارف ان ده ماسكولان ولا فيمينان، يا ترى هل هو هيعرف؟ عمره ما هيعرف الاجابه. فعشان كده لازم نعرف الجانر بتاع الكلمه. يبقى لو ماتان جو بوا، وبعدين ليه. طبعا كل الناس عارفه ان ليه ماسكولان، فاحنا هنختار اللي هي دي. طيب والجلاس، كل الناس عارفه ان الجلاس فيمينا، يبقى جو مانج دو لا جلاس. كويس. طيب واللي بعدها اللي هي فيوند، فيوند فيمينا، هيبقى دو لا فيوند. طب واللي بعدها اللي هي جاتو، جاتو طبعا اخرها اكس، واللي اخرها اكس واس بيبقى معروف انها بلوريال في معظم الاحيان، فبنقول طبعا اللي هي دي اس هتبقى دي جاتو. وانا عايز اقول لكم معلومه على الجاتو، الجاتو لو انا هعدها اقول مثلا ان جاتو، جاشيت ان جاتو، يبقى ديت مش الجاتو اللي احنا بنشتريه قطع، لا الجاتو دي هنا هتبقى معناها التورتايه على بعض، يبقى ان جاتو دي التورتايه على بعض. لكن لو انا هقسمها باي بارتيتيف ان كانت، يبقى دي قطع الجاتو، يبقى دي جاتو، يبقى دي القطع مجمعه مع بعض. بشتري مثلا دسته او نص دسته، يبقى دي جاتو. طب لو انا هاكل جاتو هي واحده، يبقى اقول ايه؟ ما اقولش ان جاتو، لان الان جاتو هنا هتبقى تورتايه، يبقى ساعتها هنقول ايه؟ يبقى اقول جو مونج دي جاتو. يبقى هنا دي جاتو دي هتبقى القطعه، قطعه الجاتو فقط لا غير. طيب نرجع تاني على اللاب ونشوف بقية الاكزرسيس. هنا جو مونج وبعدين بسكوي طبعا افيك اس، يبقى دي بسكوي. و الي بوا او مينيرال، ومينيرال المية المعدنية اللي كلكم طبعا احنا بنستخدمها حتى بالعربي، هيبقى دو ال ابوستروف عشان الاو بدأ بفويل. و عندنا هنا في البونبون، ليه اخترنا؟ بنقول نو مونجون بوكو دو بونبون، كل الناس هتقول اه ده دي او اس، اه لا ده جرامير. خدوا بالكم لانه كل البارتيتيف اللي احنا خدناها ما بتبقاش على حالها لو جت في الجمله حالات معينه منها الكونتيتي اللي هي الكميه، والكميه لازم البارتيتيف كلها تبقى دو زي ما انتم شايفينها بصرف النظر عن الجونغ بتاع الكلمه اللي بعدها. نيجي بقى للغيون، الغيون دي سوبر مارشي. في سوبر مارشي يا جماعه هو الجران ماجازان، يعني انا برضو هشرح لكم الحته دي بسرعه كده. لو قلنا مارشي هتبقى دي اسواق الخضار، يعني اقول مثلا دامون كارتي، في الحي بتاعي اليا دي مارشي. معنى ان انا اقول اليا دي مارشي يعني معنى كده ان في اسواق للخضار، وفي اون فرانس طبعا في دي مارشي، يعني هو اسواق الخضار ما تفتكروش ان هي في البلاد الشرقيه بس، لا لا بالعكس، في اوروبا في مدن كتيره جدا بيبقى في، او في احياء كتيره جدا في اوروبا بتلاقي فيه، لازم يكون المارشي ده موجود، المارشي ده فيه اسواق خضار. طيب طب لو سوبر مارشي، السوبر مارشي هو زي الجران ماجازان بس هو اقل شويه في الحجم. في اقسام، في اقسام، في غيون وزي الجران ماجازان، زي الجران ماجازان في بنفس السيستم بس ايه، ان هو اقل في الحجم شويه، نقول عليه سوبر مارشي. طب لو رحنا بقى للمتاجر الكبيره، طبعا كلكم عارفين المتاجر الكبيره من غير ذكر الاسماء، بيبقى فيه كلها تبقى طبعا جران ماجازان، فيها الغيون، فيها كل السيستم اللي احنا بنشوفه في السوبر مارشي او العكس. طب في ايه تاني؟ في البوتيك. البوتيك ده هو صفة لمحل، يعني غير مرتبط بأقسام، لكن هو محل بيبيع نوع واحد بس من الأنشطة، يعني من المنتجات. يعني مثلا لو بيبيع فيتمون خلاص يبقى ده بوتيك فيتمون. طب شوسيغ يبقى ده بوتيك شوسيغ.
طب لو سوفنير، لو هدايا تذكارية برضو اسمه بوتيك. اي حاجة ذات النشاط الواحد نقول عليها بوتيك، يبقى ده محل منفصل كده يعني، مش ما هوش مبنى على بعضه، لا ده هو محل. طيب لو رحنا لنوع تاني اسمه اللي هو طبعا احنا خدنا الجران ماجازان والسوبر مارشي وكل المنتجات اللي احنا بنشوفها في السوبر مارشي، هنلاقيها في المحل اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي اسمه ايبيسري. ايه الايبيسري؟ اللي هو محل البقالة. هو ده موجود؟ اه موجود اون فرانس. اه اون فرانس. طب ازاي شكله ازاي؟ اه هو ده اللي بقى بيفرق. شكل الايبيسري اون فرانس هو محل اصلا معمول عشان يمارس النشاط بتاعه في غير او يعني زيادة عن المواعيد الرسمية بتاعت الجران ماجازان. ليه؟ لان الجران ماجازان في فرانس بيقفلوا الساعة 7، وبعد كده افرض مثلا حد احتاج حاجة مهمة، حد مثلا كان مسافر عايز يشتري حاجات اللي هي الاولية او الاساسية في البيت، حاجات الاكل الشرب الحاجات الاساسية، ينزل للإبيسري. الإبيسري فاتح لغاية منوي، لغاية الساعة 12 بالليل فاتح اللي هو الإبيسري. هو بيبيع كل حاجة، بيبيع فواكه، ممكن بيبيع خضار، ممكن بيبيع ديزيبيس اللي هي البقالة نفسها يعني، السكر والشاي والبات بيبيع كل حاجة، بس طبعا حجمه صغير وهو شكله زي البوتيك بالظبط. ده اللي هي الفكرة العامة عن الأسواق. نرجع تاني على اللاب ونشوف الغيون بقى اللي موجودة في الجران ماجازان. الجران ماجازان فيها الغيون، مثلا غيون دو سوبر مارشي على سبيل المثال، فيها كونفيتير، فيها بسكوي، فيها شوكولا، كل ده موجود. وممكن نشتري ايه بقى؟ اون بو اشتي ان بو دو كونفيتير. طبعا احنا خدنا قبل كده كونفيتير ان هي في منى. طب حد يسأل، طب ليه اشمعنى ما قلناش دو لا كونفيتير؟ قال لك لانه البارتيتيف بتتغير في حالات زي ما انا لسه قايل من شويه، منها الكونتيتي. وطبعا امبو يعني برطمان، هو ده الكونتيتي بتاع الكونفيتير، فبالتالي البارتيتيف هنا لازم تثبت على دو، ما تتنوعش، لا نقول لا دو لا ولا دي ولا الكلام ده. طيب هنا دي ميل، لو انا اقول اون بو اشتي دي ميل بس، يبقى دي دي صحيحه. لكن لو قلت امبو يبقى وميل، يبقى اقول امبو دو ميل زي كونفيتور بالظبط. نفس الكلام شوكولا، بس الشوكولا مش هتبقى مع امبو الا اذا كانت شوكولاته ليكيد يعني سايله، والبسكوي هتبقى بوات لان دي بتتباع في علب، والبوات بتعتبر بالنسبه للبسكوي كونتيتي، فساعتها هنقول دو بسكوي. فروي اي ليجيوم بنقول on peut acheter des concombres و دي سيترون. وعايز عايز الفت نظركم لان الكونكومبر اللي بص عليها شكلها هتدي في منا، لكن هي مش في منا، هي ماسكولان هي والسيترون. السيترون طبعا شكل الكلمه ماسكولان لان اخرها او ان، دي حاجه معروفه، لكن الكونكومبر اللي اخرها ار او دايما بيبقى شكلها مايل للفيمينا، لكن احنا مش هنعتمد على كده، خدوا بالكم انا بحذر من ده تحذير كبير، لان الجرامير ممكن يجي لك في كلمه اكسبسيونيل، كلمه ايريجوليه، كلمه شاذه شويه في الجانر بتاعها. دي كونكومبر، دي سيترون، اون سالاد ديت اللي هي الكابوتشي اللي الخاص، دي بوم دو تير اللي هو البطاطس، ودي كاروت اللي هو الجزر، دي اريكو فير. يا ريت كل الناس تنطق الكلمه دي معايا، دي اريكو فير، مش هينفع نقول دي زاريكو فير لان الاش هنا من غير الدخول في تفاصيل ممنوع ربطها مع اللي قبلها لانها بيسموها اش اسبيري، برضو مش ضروري التفاصيل، لكن الفاصوليا الخضراء دي الاش بتاعتها مش هنربطها. بعد كده دي غيزان، وعندنا دي بوم ودي فريز، وعندنا دو لانانا، والانانا ليها نطقين انانا واناناس زي يا اخت بالظبط، يا اوغ ويا اخت، دي زورانج ودي بانان. بعد كده البان، ده الغيون بقى بتاع البان، يبقى في دي بان، يا دي بان، دي باجيت، دي كرواسون، كل ده لازم يبقى معاه بارتيتيف.
والدياپوزيتيف اللي بعدها البواسون او جو بوا دو جو دورانج. جو بوا دو جو دورانج معناها ان انا بشرب عصير البرتقال، هنا في بارتيتيف. لكن لو قلت جيم زي ما انتوا هتشوفوا بعد كده بشويه صغيرين، هتلاقوا لو بدل دو، يعني جيم لو جو دورانج مش دو جو دورانج. يبقى جو بوا دو و دو سيروب و دو تي و دو كافيه و دو لو. ايه بقى سيروب؟ سيروب دوت نوع من العصاير بيبقى واخد طعم واخد لون يعني غريب شويه، الوان الازرق والاخضر والحاجات اللي زي كده. ديابوزيتيف سويفون، الغي والبات والليجيوم سك، دي بقى اللي احنا بنقول عليها السيريال. عندنا دي ري وعندنا دي بات وعندنا دي لونتي وعندنا الفيوند، فيها دو لا فيوند وفيها دي بولي وفي عندنا دي سوسيس. الغي كلكم عارفينه، البات اللي هي المكرونه بانواعها بنسميها دي بات، لكن سباجيتي اللي هو المكرونه دي سباجيتي بس، لكن البات بقيت انواع المكرونه. والسباجيتي مرتبطه بكلمه ماكاروني، يبقى ماكاروني سباجيتي، لكن انواع المكرونه الباقيه بنقول عليها بات. دي لونتي اللي هو طبعا العدس، والفيوند معروف البولي لسه قايلينه، والسوسيس اللي هو السجق، اللي هو السجق الحلال اللي انتوا كلكم اللي هو معروف وكلنا بنشتريه اللي هو دي سوسيس، لان في نوع تاني اسمه سوسيسون ده بيبقى معمول من لحوم الخنزير. بعد كده في برودوي ليتيه، وبرودوي ليتيه دي معناها المنتجات الالبان، جايه من كلمه لي. لو انت بصيت وركزت شويه في الكلمات هتلاقي ان نص الكلمه او جزء منها هتلاقيه بيفكرك بمعناها من كلمه تانية. عندنا دي لي، دي فروماج، دي بور، ودي زو، لان البيض ما ننطقش الاف بتاعته الا اذا كان هو سانجوليه. وعندنا دي يا اخت او دي يا اوغ اللي انتوا عارف اللي انتوا عايزينه، يا اخت يا اوغ الاثنين صح. دي بواسون، عندنا دو لا كريفيت، دي منتجات البحر طبعا اللي هي برودوي دو لا مير، مش فواكه البحر عشان الناس بس ما تتلخبطش. الفروي دو 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 مير يعني نقولها كده على بعض، فروي دو مير فواكه البحر، غير البرودوي دو لا مير. برودوي دو لا مير دي كل المنتجات، البواسون والكريفيت طبعا كلكم عارفين الكريفيت اللي هو الجمبري، والسومون يعني دي سومون، السومون اللي هو السمك السلمون اللي هو لونه روز، و دو لويتر اللي هي اللي احنا بقى بنسميها المحار اللي احنا بنصنع منها الفخوي دو مير اللي هي فواكه البحر. الويل بقى الزيوت اللي عندنا اللي هو دو لويل دو ليف برضو بارتيتيف زي ما انتم شايفين. نشوف بقى الوجبات اللي احنا بنستخدم بقى فيها كل الاكلات اللي احنا شفناها دي. عندنا كام وجبه في اليوم؟ عندنا في مصر هنا 3 روبا، اقول جو برون 4 روبا بار جور، ده اللي هو الفرنسي هو اللي بيقول، لكن اون ايجيبت هنقول جو برون 3 روبا بار جور. وبار جور دي لو حبيت تقول في اليوم يبقى تقول بار جور، في الساعه بار اور، في الاسبوع بار سمين، وهكذا. لو بتي ديجوني الفلو بيقول عليها لو بتي ديج اختصارا، يعني لو انت سمعتها بتي ديج ما تستغربش. وعايزك تقلب كده في الانترنت عشان برضو اللونج تستمتع بيها، يعني هو مش موضوع دراسة وبس، لان انت ممكن جدا تتخصص في اللغة دي، فلما تكون طالع متأسس كويس، تنطق كويس، عندك معلومات كويسة عن اللونج، هتلاقي نفسك سواء اذا كنت تخصصت في اللونج دي او سافرت اي بيي فرانكوفون او حتى دخلت جامعة فيها اللونج دي، بتكون مميز، يعني بيكون لك ميزة يعني. فعشان كده انتوا بتستغربوا ازاي انا بهتم بنطق الكلمات، لان نطق الكلمات اولا بيخلي شكلي حلو، بيديني ثقة في نفسي، الناس بتحترم علمي ان انا بنطق كويس، بنطق كلمات كويسة، يعني ما اخشش كده في اللونج واقعد انطق اي كلام في اي كلام، يعني زي ما تطلع معايا خلاص. وبننطق زي الانجلي، لا مش كده، النطق شيء مهم جدا عشان حتى يساعدك في حفظ الكلمات. دي نصيحة كده بس على الماشي. تعال نشوف، نرجع تاني للديابوزيتيف. بنقول بتي ديج يعني البتي ديجوني يعني وجبة الفطار.
الدجني كمان بنقول عليها دج، لو دج يبقى لو دجني. إيه لو جوتي دي مش موجودة عندنا في مصر، ودي بتعتبر وجبة يعني نسميها تصبيرة كده لغاية لما العشاء يجي، لأن العشاء وجبة أساسية بالنسبة للوجبات الأربعة. تخيلوا يعني أون فرانس الوجبة الأساسية عندهم اللي هي الوجبة الأخيرة، لأن هم طبعا الدجني دي وجبة بياخدوها بره في الشغل. طبعا اللي بياكل فاست فود واللي بياكل ساندويتش بياكل حاجات كده يعني وجبات سريعة، باستثناء طبعا المطاعم اللي هي في المدارس او في اشغال معينة برضو بياكلوا ما هوش برضو الوجبة الدسمة اللي احنا زي عندنا كده هنا في مصر يعني. فهم بيدخروا كل رغباتهم الشهوية في الاكل يعني للعشاء، لان هو في العشاء بتبقى وجبة كاملة. فالجوتي بياكلوا فيها ايه؟ بياكلوا فيها طبعا كريب، بياكلوا فيها بسكوي، ممكن بياكلوا فيها يا اخت زبادي، حاجات كرواسون، حاجات خفيفه كده. اما الديني بتبقى وجبه زي عندنا بالظبط هنا اون ايجيبت. هنا الاكزرسيز اللي قدامنا ده المقصود منه مش ان انت تكتب، لان احنا اتفقنا ان اكزاما السنه دي مش هيبقى فيه برودكسيون اكريت، لكن هو بس هيعودك ان انت تستخدم الفوكابولير في جمله. لان يا جماعه مش معنى ان الامتحان هيبقى كيو سي ام يعني اختيار من متعدد، يبقى معنى كده ان انا الغي فكرة الجملة لما بتتعمل. انا اعمل جملة يعني الهدف بتاعي اصلا، خلوا الهدف بتاعكم ما يكونش اسوتيستي ان انت تختبر نفسك او حد يختبرك، لا، هدفك في اللغة ان انت تتعلم ان انت تتكلم وتعبر عن نفسك. فعشان كده احنا عمرنا ما هنستغنى عن ان احنا نعمل جملة، على الاقل ان احنا الفوكابولير بتاعتنا تتثبت في دماغنا. الجرامير بتاع الجملة، ما هو الجملة ايه؟ ما هي ما جرامير. عشان اعمل جملة واحترم فيها الجرامير يبقى انا كده طبقت الجرامير اللي انا هتسأل عليه. ففي النهاية ان انا كده كده في الجرامير وانا بحل كأني بالظبط اتسألت على انك اعمل الجملة دي صح. فعشان كده بنقول ضروري جدا ان احنا نعمل جمل عشان نستفيد من كل ده. نرجع تاني على اللاب ونشوف الجملة الأولانية بتاعت اوبتي دي جوني، يا ترى هنستخدم فيها أي فيرب وأي فوكابولير. بنقول اوبتي دي جوني جو مانج دي زو دي فروماج اي دي بان جو بوا، يبقى جو بوا دي تي او دي لي. طيب او دي جوني اقول جو دي جون او جو مانج، ما نقولش طبعا جو دي جون، اقول جو مانج دو ري افيك دي ليجوم اي دو لا فيوند. و جو بوا كوا، يبقى كيسك جو بوا؟ جو بوا دو كافي او دو جو. هنا الجوتي اقول، ممكن اقول جو جوت، ممكن اقول جو جوت، وممكن اقول جو مانج دي فروي او دي كرواسون دي كريب. انا بس بدي اكزامبل. Je bois du jus. و اخر حاجه الديني عندنا، يبقى او ديني اقول je mange de la confiture. ده بقى على الايجيبسيان، لكن اون ايجيبت اون فرانس ممكن تقول اللي قلته في الغدا، اقول je mange de la confiture او du yaourt. Je mange aussi de la salade. ده قلنا اون ايجيبت. وممكن اقول je bois du lait او du jus دو جي او دو لي، الاثنين طبعا اي واحده فيهم. هنا البيراميد اليمونتير معناها الهرم الغذائي، وكلكم طبعا دي النصيحه اللي احنا قلنا عليها عشان نحافظ ان احنا نكون جسمنا يكون مانس. يعني ايه مانس؟ يعني لا هو جرو ولا هو ماجر، يبقى عندنا مانس يعني رشيق وجسمه متناسق. يبقى لازم ده بيجي من الاليمون، ما بيجيش بالتمني، ما يجيش بكده بتمنى ان انا اكون مانس يبقى اكون مانس، لا، بتمنى ان انا اكون مانس يبقى جو مانج كوم الفو، اكل زي ما المفروض يكون الاكل. فعندنا هرم الغذائي بيقول لنا لو سمحتم نبدا من الاساس، الاساس ده مهم، بعد كده تبدا تاخد حذرك من كل حاجه فوق الهرم ده. تعال نشوف كده، ناخد اكزامبل كده.
الاساسيات البواسون ده مهمه جدا. بالنسبه للسيريال ايه ديريفي ومشتقاتها، طبعا لازم كل اكله لازم تاكل على الاقل من 4 ل 6 اجزاء. طب نطلع شويه، الليجيم والفروي لازم على الاقل 5 مرات في اليوم تاكل فيها ليجيم او فروي. طب نطلع فوق شويه كمان، قال لك في كل وجبه بالنسبه للي برودوي لتيه لازم 2 ل 4 بار على الاقل من 2 ل 4 اجزاء. بار دي يعني جزء، ممكن شويه لبن، ممكن حته جبنه اللي احنا بنقول عليه يعني بار ده اللي هو جزء يعني. والجزء اللي بعده او النوع اللي بعده اللي هو الفيوند بقى، الفيوند والبواسون والاوف لانها سانجليه، بناخد منها مره واحده بس، يعني اون فوا بار جور، يعني يكفيك مره واحده بس تاكل فيوند او بواسون او اوف. الماتيير بقى جراس ده بقى يا ريت تعملوا ليميتي دو كونسوماسيون، يعني يا جماعه s'il vous plaît limitez la consommation في الماتيير جراس. ايه هي اللي هي المسبكات بقى والحاجات اللي فيها داخل فيها الزبده والسمنه والمسبكات اللي احنا كلنا بنحذر منها. والاخر بقى خالص ده بقى مهم جدا برضو، ان انت تعمل لها ليميتي لا كونسوماسيون اللي هو السكر والبرودوي سكري، يعني السكر ومنتجات السكريات يا ريت برضو تقللوا منها على الاخر، لانها برضو مضرة جدا لو زادت عن الحد. طيب طبعا دي نصايح مهمة جدا كلنا لازم ناخد بالنا منها وتبقى قدامنا كده يعني ديسيبلين نمشي عليه. نخش بقى على النوع اللي بعده من الكونتينيو اللي احنا هناخده النهارده. تعال نشوف احنا محضر لكم ايه في الجزء الثاني. الجزء الثاني بيتكلم عن اكزرسيس سهل جدا اهو، والاكزرسيس دوت بيعبر عن يعني بيدي لك، هو طبعا مش انت هتحله لكن هو بس مجمع لك الفوكابولير عشان تعرف الجانر وكمان الافعال المفروض ان انت تلتزم بيها مع الاليمون مع الاكل والشرب. يعني عندك فيرب مونجي وعندك فيرب اشتي وفيرب بروندر وفيرب فولوار وفيرب فوندر وفيرب متر وفيرب فير وفيرب برودوير. شوف بقى احنا شوف دول كام فيرب تاني، مانجي ادي 1 اشتي 2 بروندر 3 فولوار ادي كده 4 فوندر ادي كده 5 متر 6 فير 7 وفيرب برودوير ادي كده 8 فيرب. تخيلوا 8 فيرب، 8 افعال بننصحكم بيها مع الاليمون عشان تعمل حسابك على البارتيتيف. لا دي حاجه جميله جدا. احنا قبل كده يمكن كل واحد فيكم بيقول ده انا عارف مانجي وبواغ بس، لا ده احنا مدينا كوي فيرب، والوي فيرب دول بالزياده، يعني انت مش تحتاج افعال تاني، يعني هم دول الافعال اللي انت لو استعملت معاهم اي اكل وشرب يبقى اعرف ان انت هتستخدم البارتيتيف. يبقى اذا تعال نشوف اكزامبل بنستخدمهم ازاي، يلا بينا ونشوف. بنقول اون مونج او اشات او 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 او، وبعدين نروح لمين بقى؟ للاليمون. عندنا اول حاجه يا اخت، يبقى دي اخت دي بير دي ري دي سيل دي فروماج. طبعا هنا مش هنقول اون مونج دي سيل، لا ده احنا ممكن نستخدم معاها فيرب تاني اللي هو اشات. ممكن اقول مثلا on veut، اقول on veut انا عايز شويه ملح، يبقى on veut du sel. عندنا فروماج عندنا شوكولا، يبقى du chocolat du fromage du chocolat du poisson du poulet و du popcorn اللي هو الفشار اللي احنا بنعمله من الذره، اللي هي نوع معين من الذره اللي انتوا كلكم بتحبوه عارفينه وبتروحوا السينما وبتاكلوه هناك. نيميرو 2، تخيل بقى لو احنا قلنا بقى ايه كل اللي احنا قلناه من شويه دوت الافعال الوي فيرب دول لو احنا نفيناهم حطيناهم في النفي، هل البارتيتيف هتتغير؟ طبعا هتتغير. اتغيرت لايه؟ اتغيرت لدو اللي هي الان فاريابل
اللي هي ما بتتغيرش، اللي هي دي او، ولو اتغيرت هتبقى دي ابوستراف لحسبة الفويل. طيب يبقى اون مونج، وممكن تنطقها كده اون، اون مونج با على طول لو انت عايز تتكلم يعني. يبقى اون مونج با او اون مونج با، يبقى دو ياوخت، دو بور، دو ري، دو سيل، دو فروماج، دو شوكولا، دو بواسون، دو بولي، دو بوب كورن. يبقى بنكرر تاني الافعال دي لو اتنفت اون نو مونج با، وانا بقول النفي هنا في وانت بتعمل حسابك في الجرامير، يبقى النو موجوده، لكن لو بتتكلم مش ضروري تقول النو في الكلام بس، لكن في الجرامير طبعا هتلتزم بالقاعده. نيجي لتخوا، بيقول لي ايه؟ on mange on achète on prend on veut etc. وبعد كده de la viande ou de la confiture، ده الفيمينا، احنا فوق خدنا الماسكولين، يبقى de la viande ou de la confiture ou de la salade ou de la glace ou de la fraise. طيب لو انا حبيت انفي الفيمينا هيبقى نفس الكلام، بقول بدل ما اقول de la viande هقول ايه؟ هقول de viande de confiture de salade وهكذا. يبقى ده الجزء اللي خاص بالبارتيتيف، واللي احنا قلنا عليه ده محور مهم جدا في وحدة النهاردة. ننقل كده بسرعة على طول، يا رب بس يكون الوقت يكون يكفيني. هنشوف المخرج العظيم استاذ طارق يقول لي 10 دقائق، يعني 10 دقائق ده تكفي؟ وتكفي طبعا، تكفينا في القاعدة اللي احنا هناخدها دي، اللي هي قاعدة البرونون بيرسونيل، اللي هي ايه؟ اللي هي الان. تعال نشوف كده مع بعض على الداتا هنكتبها ازاي. البارتيتيف ده عامل من العوامل اللي احنا هنتعرض ليها كمان في القاعده بتاعتنا. اولا لو برونون بيرسونيل اون، الضمير الشخصي اللي هو الان. الان يا شطار، وانا هقول لكم كلام يا رب بس ان شاء الله ان شاء الله الحق اقوله لكم، ان الان ده، او انا هبدا بيه لان ده المهم عندي دلوقتي. الان دي ليها 4 شروط عشان تفكر فيها ان انت تجيبها في الجمله، ليها 4 شروط. الشرط الاولاني اللي هو الكونتيتي. يعني ايه كونتيتي؟ اللي هي الكميه، اللي هي مثلا هديك اكزامبل عليها اللي هي كلمه بوكو، بس مش عايزين نكتر اكتر من كده. طبعا في تاني بس انا بديك اكزامبل بس عشان الوقت. وعندي حاجة تانية اسمها النومبر، اللي هو ايه النومبر؟ اللي هو الاعداد، اللي هي ايه؟ اللي هو العدد، اللي هو بقى 1 2 3. بس خد بالك النومبر ده يعني اللي بيعد، مش الشيفر، مش الرقم. تاني، في رقم، في نومبر وفي شيفر. الشيفر ده اللي هو الرقم، مثلا رقم شارع، رقم تليفون، لكن النومبر ده اللي هو بيعد الحاجات. طيب في بقى البارتيتيف اللي هي ادوات التجزئه، كلنا عارفين اللي هم الدي والدو لا، خدناهم يعني دو ال ابوستروف ودي، مش عايزين نكرر تاني، والارتيكل ان ديفيني اللي هي كلكم عارفينها، اللي هي الان والان والدي. حلو جدا جدا شطار. ايه الكلام اللي انا عايز اقوله غريب، او عايز اقوله مش متداول كتير؟ اللي انا عايز اقول لك عليه هو انه السؤال بتاع البرونون بيرسونيل بيجي ازاي. هو ده السؤال، خلاص. السؤال بيجي ازاي؟ السؤال اللي هو الكيستيون بقى بتاع البرونون بيرسونيل بيجي عن طريق 3 اشكال. الشكل الاولاني بيقول لك غومبلاس. يعني ايه غومبلاس؟ يعني استبدل، وده اتلغى خلاص. ليه اتلغى؟ لانه ضد الكيو سي ام اللي هو مبني عليه السيستم بتاع امتحان الثانويه العامه. يعني لازم يكون في اختيار من متعدد، فكلمه غومبلاس دي استبدل، ان هو حكايه ان هو تشيل الكلمه اللي تحتها خط وتحط مكانها وترتب الجمله، ده مش موجود اصلا في امتحان الثانويه العامه. فاضل لنا مكانين، فاضل لنا مكانين. المكان الاولاني او التاني موجودين في الامتحان، يعني يا ده يا ده، يعني ممكن يجي ده او ممكن يجي ده.
طب تعال نشوف كده، هنكتب ايه؟ ايه التيب الاولاني؟ التيب الاولاني اللي هو يقول لك ايه؟ يقول لك ريبون. يعني ايه كلمه ريبون؟ يعني اجب. وطبعا في الاكزامات بتاع الثانويه العامه يقول لك ريبوندي. يبقى ريبوندي خلاص. سون ريبيتي يعني ايه؟ سون ريبيتي يعني من غير ما تكرر. لو مو سوليني الكلمه اللي تحتها خط. طيب ناخد مثال زي ايه مثلا؟ يقول لك ايه؟ يقول لك اسكو tu fais du sport؟ هو انت بتعمل رياضه؟ ويحط لك خط تحت سبور. ويكتب لك بعدها وي جو، وتكمل تكمل تختار بضمير. داكور. هنشوف طبعا اقول النقط دي هتبقى البرونوم بيرسونيل اللي هو هيخيرني، وبعدين في. طبعا هنا هيقول لي ايه؟ هيقول لي البرونوم بيرسونيل يا ترى لو ولا اون ولا مثلا ايجريك. في الحاله دي انا بيكون قدامي واضح جدا جدا، طالما ان الفيرب بتكرر، طالما اهم حاجه ان الفيرب متكرر في الكيستيون والريبونس، طالما هو نفس الفيرب يبقى مفيش اي تغيير على وضع الكومبليمون اللي انا قررت ان هو هياخد البرونوم بيرسونيل اللي هو ايه؟ اللي هو الاون. كويس. يبقى انا هنا عشان هنا في بارتيتيف مع سبور، يبقى قلنا هنا ايه؟ قلنا هنا الاون. طيب تعال نشوف اكزرسيس تاني او التيب التاني. يقول لي ايه؟ يقول لي سات روب الفستان ده، وبعدين جو مي البنت اللي بتتكلم بتقول انا بلبسه آ لا فيت، في مين؟ في الحفلة. يقول لك ايه؟ يقول لك اون ولا لا ولا إجريك. ده النوع الاخير اللي هو برضو وارد ان هو يجي لك زي ما ريبوندي او كيستيون سون ريبيتي لو مو سولينيه، زي ما ده وارد ان هو يجي لك. طب انا هعمل ايه هنا؟ سيت غاب المفترض هي اللي هتتحط هنا. حلو قوي. طيب لما انا اقول جومي انا بس بلبس او برتدي، وبعدين ارجع للغاب، اشوف بقى العلاقه اللي ما بين الفيرب ده وما بين الغاب. هل هتبقى فيها الفيرب ده هيحتاج حرف جر عشان يرجع للغاب؟ طبعا مش هيحتاج. فبالتالي قررنا ان دوت سي او دي. طالما قررنا سي او دي هيبقى قدامي يا لو يا لا يا لي يا ال ابوستروف يا اون. الاون ده من السي او دي عشان الناس كلها تعرف. طب سؤال، هل هنا فيرب متر، هل غوب هنا اكل وشرب او رياضه مع فيغ او ميوزيك مع جوي او حاجه غير معدوده؟ لا. يبقى خلاص، يبقى مش ممكن متر ده يحتاج معاها بارتيتيف اصلا. فاصبح دلوقتي ان الاون مستحيل، لان مفيش ولا شرط من شروط الاون، لا بارتيتيف ولا كونتيتي ولا كميه ولا اعداد ولا نكره اصلا، لا انديفيني. فانا هنبص للكلام ده. طبعا غاب لا هي جمع، والفيرب مش بادئ بفويل، وطبعا كلنا عارفين ان غاب عشان بادئ بست انها فيمينا، هيبقى كده جو ايه؟ جو لا مي. ده طريقه حل البرونوم بيرسونيل. لكن ده اللي انا مش ده اللي انا عايز يعني اسلط عليه الضوء بشكل مركز. يعني انا عايز اسلط الضوء على حاجه واحده بس. ايه هي؟ ان لو في التيب الاولاني او التيب الثاني اتغير الفيرب، هتبقى هنا في مشكله. طب تعال نشوف، ناخد اكزامبل. يقول لي ايه؟ يقول لي اسكو تو برون. كلمه برون يعني تتناول. اسكو تو برون دو كافيه يعني ايه؟ يعني ايه اسكو تو برون دو كافيه؟ هو انت بتشرب قهوه؟ ويجي الرد هيقول وي جو، وبعدين بوان كده خلاص، وبعدين ام.
ويختار ويقول لي هنا لو ولا ال ابوستروف ولا اون. الناس بتقول ان هنا بروندر وهنا دو كافيه، وانا المفروض احط دو كافيه هنا في النص بضمير شخصي. الناس هتقول اه ده هنا في اون، هنا في بروندر ودو موجوده اهي، يبقى انا هختار الاون. ده كلام مش مظبوط. ليه مش مظبوط؟ لان الفيرب هنا، الفيرب هنا اتغير، فطالما اتغير الفيرب فاللي ياخده بروندر مش بالضروره ياخده ايمي. يعني بروندر هنا لازم ياخد بارتيتيف مع الكافيه اللي بيها نقول انها اون، فبالتالي ان ام هنا بقول لك مش شرط ياخد نفس اللي بياخده فيرب بروندر. فبالتالي افعال الحب والكره كلها عمرها ما بتتعامل مع البارتيتيف. قولا واحدا، اي فعل حب وكره لا يتعامل مع البارتيتيف نهائيا، فبالتالي هنا مستحيل ان احنا نفكر في الاون. فاصبح هنا قدامنا يا الا ابوستروف يا طبعا لو، طبعا هتبقى الا ابوستروف. ليه؟ لان هنا في فويل، وطبعا هنا مش هيحطك في الحيرة دي ان لو كاختيار للكافيه مظبوط، فهنا ممكن يغير لك اللو يبقى لا، عشان كده نبعد الاجابتين عن بعض خالص. وده اسلوب امتحانات الثانوية العامة، يعني اسلوب امتحان الثانوية العامة ما يقولكش لو ولا يقولك الابوستروف، والاتنين اصلا متماشين مع كافيه، والصح فيهم الابوستروف عشان الفويل، بس هنا لو كافيه يبقى هي مظبوطه للكافيه بس مش تنفع مع فيرب ايمي. هو بقى مش هيحطك في الكلام ده، هو هيغير لك البرونو بحاجه مختلفه خالص، اللي هي مستحيل انها تنفع، مستحيل انها تنفع. فبالتالي ده السيستم بتاع الثانويه العامه. طبعا اخر حاجه عايز اقولها، طبعا احنا النهارده يعني خدنا جزء كبير من الوحده الثالثه، بس هيفضل لنا كده ان شاء الله المرة الجاية إن شاء الله. الأستاذة المتميزة تنيار الألفي هتبدأ معاكم، هتخلص معاكم الوحدة دي بالجزء اللي خاص بالكونتيتي اللي هي الكميات، إيه هي الكميات، وكمان الكومباريزون المقارنة بالكميات، وكمان الإسك اللي احنا بنحطها في السؤال والتغييرات اللي بتحصل مع الإسك. بكده احنا إن شاء الله على وعد في لقاء قريب بعد الحلقة اللي جاية. مش هوصيكم على الفوكابولير والجنر بتاع الفوكابولير، وتراجعوا دايما الحاجات دي مهم جدا. ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق في كل شيء انتم بتعملوه، واتمنى لكم الدرجة النهائية ان شاء الله تحصلوها، وخدوا بالكم من نفسكم، واتمنى لكم كل توفيق. وميرسي، اوروفوار.